ينضم إلينا من لندن جابرييل ستاين، مؤسس ستاين برادرز. أهلا بك جابرييل. هل نقول وداعا للأموال الرخيصة برأيك؟ نعم، يمكن أن نقول وداعا للأموال بالسعر الرخيص. لا أعتقد أننا سنقول وداعا للأموال الرخيصة حتى الآن، لأن البنوك المركزية سترفع الفائدة، لكن الفوائد الحقيقية تظل سالبة والأموال ما تزال رخيصة. طيب الآن إذا بدأ التضخم في التلاشي وبدأنا نرى تعافي في سلاسل التوريد وهدوء في أسواق السلع الأساسية، ماذا يترتب على ذلك؟ هل يمكن أن نرى تسريع في رفع أسعار الفائدة؟ يعني ما هي العوامل التي قد تتخذنا في ذلك الاتجاه بوقت أسرع، خاصة مع تباين ما يقوله أو ما تقوله البنوك الاستثمارية المختلفة حول توقعاتها؟ هذا سؤال معقد. إذا تراجع التضخم في الأشهر المقبلة وجزئيا بسبب حل مشاكل سلاسل التوريد، وهذا ليس العامل الوحيد الذي يرفع التضخم، ساعتها البنوك المركزية سوف تكون حذرة جدا، لكن بالتأكيد بنك إنجلترا وبنك كندا والفيدرالي ستواصل رفع الفائدة لأنها تريد أن تطبع معدلات الفائدة وعلى الأقل أن تصل إلى فوائد حيادية. أما البنك المركزي الأوروبي ففي وضع مختلف، هو حاليا خائف جدا من رفع الفائدة ويفضل تجاهل التضخم، وإن كان التضخم عند أعلى مستوياته فوق 5%. لكن هذا يفترض، أو سؤالك يفترض، أن التضخم سيتراجع من تلقاء نفسه، وأنا أقول إنه لن يتراجع من تلقاء نفسه. طب بالنظر إلى خريطة البنوك المركزية وقراراتها في الفترة المقبلة والفترة السابقة، يعني نرى أن الصين وتركيا فقط من الدول التي قامت بخفض أسعار الفائدة، بقية الدول نترقب أن تقوم برفعها قريبا. ما هو الجدول الزمني الأنسب لكي تتمكن هذه الدول، إذا تحدثنا عن الاقتصادات الأكبر، من أن تتحكم بالتضخم بأسعار الفائدة؟ بالنسبة لبنك إنجلترا الوضع ليس صعبا، هناك تراجع في نمو المعروض النقدي، وبالتالي إذا نقل بنك إنجلترا الفائدة إلى 2 أو 3% معدل الفائدة الأساسي، ساعتها فإن التضخم سوف يتراجع بحلول نهاية العام، ولكن ربما يصل إلى 7% قبل أن يتراجع. أما بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي فهو سيضطر إلى رفع الفائدة بحدة أكثر، ولا أعتقد أنهم سيسيطرون على التضخم حتى أواسط العام المقبل ربما. أما البنك المركزي الأوروبي فهو متأخر في التحرك. بالنسبة للصين وتركيا وكمثالين تعطينهما، الوضع مختلف. الصين اقتصادها يتراجع، وتركيا يقودها رئيس يريد أموال رخيصة ولا يفهم الاقتصاد ولا يهمه التضخم. ولكن أعتقد أننا سنكون أمام عام أو عامين ربما من التضخم المرتفع وبشكل غير مريح في الاقتصادات الأساسية، وهو لن يختفي حتى ترتفع الفائدة ارتفاعا كبيرا عن المستويات الحالية. طب لنتحدث عن الولايات المتحدة، منطقة اليورو والمملكة المتحدة، ما هي نسبة الفائدة التي يمكن، الفائدة الحقيقية، يعني ما هي نسبة رفع الفائدة التي يمكن أن تفيد الاقتصاد وتخفض التضخم في هذه الثلاث اقتصادات؟ من الصعب الحكم على الأمر لأن الأمور ربما تغيرت، لكن بالتأكيد في المرة الأخيرة التي كان التضخم فيها عند 6 أو 7% كنت ستكونين أمام فائدة فيدرالية قريبة من 10%. في المرة الماضية التي كان فيها التضخم في المملكة المتحدة عند المستويات الحالية، أي أعلى من 5%، كنت ستضطرين إلى رفع الفائدة إلى 8 أو 10%. لكن لا أعتقد أننا يجب أن نصل هذه المستويات في هذه المرة، لكن بالتأكيد لابد من
أن تكون الفائدة الحقيقية إيجابية، وأستعمل كلمة على الأقل، أي أن نصل إلى 1% كفائدة حقيقية، على أن ترتفع العوائد لكي يتجه منحنى العائد صعودا. وفي كل هذه الاقتصادات هذا يعني فوائد أعلى من المستوى الحالي. أما في حالة البنك المركزي الأوروبي فالوضع أصعب، لأن منطقة العملة الموحدة عمرها 20 عاما فقط ولم تشهد معدلات تضخم مشابهة. وضمن الظروف الحالية وبما أن التضخم فوق 5%، لماذا لا تصل الفائدة إلى 7%؟ هي على الأقل يجب أن تكون 6%، وهي ليست عند هذا المستوى طبعا. جابرييل ستاين مؤسس ستاين براذرز كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك.